برجر الجراد يثير الجدل في السعودية وأسعاره المفاجئة. أعطونا معلومات أكثر عن برجر الجراد. صراحة تحمست، ودي أذوقه، ودي أجربه، خصوصاً أنه الآن موسم الجراد. مو عشانه موسم الجراد، طبعاً عالم الطهي هذا كل يوم من فترة لفترة تطلع لك صرعات فيه. شفنا أكل بالذهب، اليوم طلع الجراد، وهو يتأكل الجراد في أماكن كثيرة. كم سعره الجراد؟ والله قالوا تقريباً بخمسين ريال الكيس، الكيس الواحد. نعم، وفي مناطق معروفة فيها، يعني منطقة القصيم، منطقة المدينة المنورة، وفي كمان ينبع الجراد هذا من أطيب الجراد. ولكن ترى لازم ينتبه أنه أحياناً الجهات تحذر، أنه أحياناً لما يكون مار عليها مبيد هذا قد مبيد يكون ضار. لا، أنا جايب لكم اليوم معايا برجر جراد بدون مبيد، أنا بغى نذوقه سوا في الاستوديو. استهبل أستهبل؟ عندنا موضوع اليوم عن الجراد، فأكيد نبغى نجربه. أنا عندي متحمس جداً لتذوق برجر الجراد. هني وعافية، هني وعافية، والله هني وعافية، والله والله مجوعانة. سام طيب مقلي ولا لا؟ طبعا هو يطبخ احتاج ماسترد، في كاتشب ورا الكواليس. صدق تبغى؟ ابغى ماسترد. ماسترد لا ما في. طبعا هو يغلى بماء حار طبعا، وينضاف عليه بصل، ينضاف عليه زيت، ولذيذ. ذوقين ممكن؟ الله يكرم النعمة.